مساء الخير عليكم يا صبايا، ومساء الخير عليكم يا شباب. وحشتونا جدا 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 جدا. اخدت اجازه المفروض انها مش طويله يعني، بس الحقيقه عدت وكنت حاسه انها طويله جدا وانا بعيد عنكم، ولكن كنت دايما على السوشيال ميديا بقرا دعائكم ومباركاتكم. طبعا عملنا مجهود فظيع ان احنا نقدر نسجل لكم كل الحلقات اللي فاتت عشان ما يبقاش في حاله ملل، يكون في يعني حلقات جديدة. معرفش ليه في ناس كتير بتعتبر ان حتى لو الحلقات جديدة بس انا ما طلعتش هوا ان انا ما جيتش او ما طلعتش على الشاشة. مش فاهمة بتفرق ايه مع الناس، يعني ما بفهمش فكرة انا يفرق ايه اذا كنت بكلمكم وانا قاعدة في الاستوديو دلوقتي او انا مسجلة الحلقة. ولكن ده ان دل عن شيء يدل على ان انتوا قريبين مني جدا وبتحسوا ان انا فعلا موجوده معاكم لما ببقى موجوده، فدي حاجه اكيد تسعدني. ارجو ان الحلقات اللي فاتت تكون حازت على اعجابكم، وارجو ان الفتره اللي جايه ان شاء الله هنحاول كتير نغير في صبايا الخير. هنبتدي حمله السمنه، والمره دي بجد، لان انا المره اللي فاتت قلت خلاص هنبتدي وبعدين حملت، فكان صعب جدا ان انا امشي جنب نور خطاب بكرش الحقيقه. يعني حاولنا والله واتكلمنا كتير وقلت له طب وايه يعني وانا مالي وانا مش متسابقه وبتاع، بس طبعا يعني طبعا بشكر نور خطاب ان هو استنى الفتره دي عشان نطلع بالبرنامج. ان شاء الله هيكون برنامج قوي جدا، هنخصص ناس كتير قوي 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 قوي. احنا في صدد ان احنا نعمل البروموشن الاسبوع ده ان شاء الله، وبعدين بعد كده هتلاقونا بنكلمكم عشان تيجوا تقدموا. انا بتحايل على نور الحقيقه ان احنا نبتدي يعني نقول للناس يقدموا من الاول عشان اللي ملحقش الحمله يلحقها. هو بيقولي لا، الناس اللي جت قبل كده نختار منهم، بس انا شكلي هقنعه ان احنا نفتح الباب مره تانيه لكل الناس اللي عايزه تتقدم لحمله السمنه عشان اللي معرفش يقدم او عشان معرفش يوصل. لغايه ما نوصل للطريقه للتقديم احنا الحمد لله بقالنا، احنا ما كناش متقاعسين الحقيقه. يعني احنا جينا نقدم حمله السمنه اتوقف البرنامج عشان فتاه اللي مش عارفه ايه، جينا بعد كده نعمل حمله السمنه انا بقيت رمز السمنه في مصر. فحرام يعني، ما هو اتظلم معايا جدا في الموضوع ده. فمرة تانية بشكرك يا نور، ومحضرين لكم مفاجآت كتير قوي، ومحضرين لكم حياة جديدة إن شاء الله، مع رفع، مع جسم جميل، مع روح حلوة، مع نفسية كويسة. مش هيبقى برنامج بس بيخسس، ولكن هيعمل منك أو منك بني آدم آخر. هتقولي إيه أنت هتفتحي لي الرجالة؟ أنا شايفة إن أنا مش برنامج مرأة يعني، انا متمسكه باسم صبايا الخير عشان هو يعني ادمه كويس عليا، لكن هو لا يمت بصله اسم صبايا للبرنامج. الخير اوكي، لكن صبايا خلاص بقى تريد مارك، وبقى كل الناس عارفه ان دي مذيعه صبايا، فانا مش هقدر اغير البرنامج. لكن اكيد كل اللي بيدور جوه صبايا ملوش علاقه بالصبايا. حضروا نفسكم لحملة سمنة قوية جدا. بكرة هقول لكم طريقة التقديم بعد ما اكلم نور بالليل النهاردة واقنعه ان احنا نفتح باب التقديم من الاول. تشوف بس المكان اللي هيستوعبكم مرة اخرى، او انكم تبعتوا نمر تليفوناتكم. هنشوف هنعمل ايه، لان الحقيقة اي حاجة بنفتح فيها باب التقديم او بنقابلكم زي العيانين او كده بيرفضوا بعد كده يدونا استاد او ملاعب او لان بيبقى الاقبال كبير جدا جدا، واكيد بيحصل تلفيات في المكان وما بنعرفش نروح حته احنا ونطلع منها ونخليها سليمه وجميله. الحاجه الثانيه، ميرسي جدا جدا على مباركاتكم، وميرسي جدا جدا على كل شخص كلمني بارك لي. متشكره قوي 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 للناس كتير قوي اللي فرحت لي. في ناس كتير كانت غلسه طبعا، بس دي ما ببص لهاش يعني. واخيرا فوجئت بالهديه دي. الهديه دي تورتايه واشكال بيبي
تتينة ومش عارفة ايه معمولة على شكل بسكوت، جات لي من زوجة احد الاطباء اللي بنتعامل معاهم، وهو دكتور فتوح. الحقيقة انا مبسوطة بالهدية دي لسبب، هي مش هدية عشان في مثلا مصالح بيننا، او عشان في، او عشان احنا بنشتغل مع بعض، او لا، الناس دي ما بتعملش اي حاجة غير كل خير، وبيحترموا جدا رسالة صبايا الخير، وبيحترموا جدا ان احنا ناس لا نتقاضى اي عمولات، ولا واخدين الموضوع الخير ده بيزنس. فلما بيبقى في طبيب او مستشفى بتدرك هذا، بيزيد احترامها للبرنامج ولكرو البرنامج. فالهدية دي انا معتزة بيها، لان انا حاسة انها جاية من القلب. مدام غادة بشكرها. فين صورة مدام غادة؟ معلش ان انا هطلع صورتك على التلفزيون، بس كل الناس لازم تعرف انك فنانة فول سكرين لو سمحت. مدام غادة، هذه السيدة المحترمة هي المبدعة اللي عملت الكيك اللي على شكل بيبي ده، معرفش تقدروا تاخدوا بالكرين كلوز اب ولا لأ. وكل الحاجات الصغيرة اللي عملتها لنا دي اللي هوزعها دلوقتي على القناة، كانت بعتلي علبتين، علبة فيهم هيثم دهب الكوافير، خدها خدها وجري، لسه فاضل علبة. بصوا على شكل بيبي وعلى شكل تيتينات وعلى شكل ببرونات، حاجة لطيفة جدا كده. ويلكم بيبي طارق. وعامله شعره كثيف جدا، بس هو لسه ما عندوش شعر دلوقتي. بشكرك جدا يا مدام غادة، بشكرك جدا جدا جدا، واشكر الظروف اللي خلتني اقابل ناس لطيفة جدا زيكم، تتمتع برقي وتتمتع بادب وقلب صافي، اللي هي حاجة يعني نادرة جدا 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 الايام دي. حاجة قبل بس ما نطلع لفاصل عشان نبتدي حلقتنا الشيقة جدا جدا جدا، زي ما في ناس لطيفة جدا، في ناس غلسة جدا قاعدة تحط صور بيبيهات على الانترنت، وصور جوزي وصور مش بي. اولا انا ما صورتش ابني، فكل البيبيهات اللي على الانترنت والانستجرام ده مش ابني. ثانيا، ليه افرضوا ان مفيش حد عايز يعني يبقى بيطلع على الانستجرام او على الفيسبوك او كده؟ احنا ما حطيناش صورنا وزعناها، ممكن يكون صحاب لينا عملوا كده، بس ده مش معناه خالص انها تبقى على كل صفحات الفانز والناس كلها تشوفها وكده. يعني مبسوطة جدا بمباركاتكم، ولكن لو يعني ما بتزيد عن حدها، وناس تألف حاجات وتحط صور مش تبعي وكده، مش لطيف. بتحطوا كمان صور ببيات حلوة قوي، هتحس ده على الفاضي. تعالوا نروح لفاصل نرجع. الحقيقه ابتدي يعني، كنت قاعده في البيت في حاجات كتير قوي كانت بتحصل كنت عايزه اعلق عليها ومش عارفه اعلق، يعني عارفين قاعده كده اطلع هوا ولا اعمل ايه يا جماعه؟ مش يعني مستفزه جدا جدا في حاجات معينه ومش عارفه ارد. مثلا الحلقه بتاعت سياده المستشار مرتضى منصور، ناس كتير قوي من الـ يعني مترشحين ضده او قدامه في الانتخابات كانوا بيقولوا ان دي بمثابة دعاية انتخابية للمستشار مرتضى منصور وكده. هي باينة كده، لكن اقسم بالله هي ما كده. احنا زي ما بننزل الشارع وبنقول مثلا ده غلط وده مش صح وده مش كويس، لما بنلاقي حاجة حلوة بنقول برافو، وبنقول يعني كنت لسه عايزة اروح لوزارة الاسكان، سامعة انهم عاملين مشاريع كتير جدا 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 جدا، الاعلام مش عامل عليها سبوت لايت خالص. فلما نلاقي الدولة بتعمل حاجة كويسة اكيد عايزين نغطيها. العاصمة الادارية ناس كتير قوي بتسمع عنها بس ما رحتهاش، عايزين نروح نغطيها. يدونا بقى تصريح او ما يدوناش دي حاجه بتاعتهم، لكن انا نيتي اني لا، عايزه
اقول حصل ايه في مصر او ايه اللي اتغير. ناس كتير قوي بتنتقد وتقول لك طب ليه الحاجات دي حاصله مثلا واحنا المستشفيات ما فيهاش خيط وما فيهاش مش عارفه ايه وما فيهاش ايه. اكيد اكيد من غير ما اسال ولا اعرف، ويمكن اسال لكم ان احنا نشوف المستشار الاعلامي بتاع وزاره الصحه، ان اكيد في خطه لتطوير مستشفيات مصر. انا سمعت ان في مشروع لخصخصه المستشفيات، يعني ما اعرفش هيحصل ايه، لكن اكيد اكيد خطه الصحه موجوده. مش هيروحوا يعملوا عاصمه اداريه ويصرفوا مصاريف في حتت والناس ما بتتعالجش، اكيد في خطه. واكيد برضو الامن القومي بيحتم على الدوله انها تعمر بعض المناطق، ده اكيد. فبيبقى مزنوق في زوري حاجه عايزه اقول برافو، فانا كنت بقول لنادي الزمالك برافو. اكيد كل الناس تعرف المستشار مرتضى منصور كان صاحب جدا توفيق عكاشه، وتوفيق عكاشه بيني وبينه مصانع الحداد. اكيد عارفين كويس قوي 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 ان الحمد لله انا ما عنديش قضايا، والمحامي بتاعي المحامي الجميل العظيم الدكتور محمد حموده اللي بيمسك لي كل قضايايا، فانا ما بجيبش حتى قضايا المستشار مرتضى منصور، ما فيش مصلحه يعني. انا كنت رايحه بجد فرحانه بالنادي جدا وبالحاله اللي وصلت لها النادي وبحاله الفرح والسرور اللي كانت داخله على اعضاء النادي من العائلات، ولما تشوف ان حاجه اتعمرت كده وبقت كبيره كده وبقت والولاد فيها بيتقدموا جدا، اخدوا ايه، اخدوا بطولات الهاندبول، اخد بطولات الزمالك، شوفوا بقى بيكسب كام ماتش رياضيا، الولاد عاملين ازاي جوه النادي، البيسينات ويلي وليات ايه ايه، طالعه تعملي دعايه تاني، مش طالعه دعايه تاني. وانا ما بخافش، انا ممكن ما اشوفش مستشار مرتضى منصور تاني في حياتي وهو يعلم هذا، لكن انا قلت برافو على حاجه كانت تستحق اني اقول عليها برافو، واي حد بيدخل نادي الزمالك دلوقتي عارف ده. فكره ان انا متحيزه لناس في انتخابات النوادي عن ناس، ايوه طبعا زي اي حد، لكن انا ما بعلنش ده يعني، رأيي مش مهم قوي كده يعني. الحاجة التانية اللي عايزة أعلق عليها هو موضوع خلص واتقفل ولكن لازم أتكلم فيه بصراحة، هو شيرين عبد الوهاب لما طلعت وصرحت التصريح اللي معجبناش كلنا، ده معجبناش كلنا بما فيهم أنا، الهزارة اللي هزرتها، بلاش تصريح، الهزارة السخيفة اللي هزرتها شيرين عبد الوهاب، أول ما تسمعها تقول إيه ده، إيه الغلاسة يعني، بتهزري بغلاسة قوي يعني، ما يصحش، أنت نجمة كبيرة. بس فوجئت بكمية الهجوم الغير طبيعي والوقف من النقابه والمش عارفه ايه والايه ايه ده، معقوله؟ وباين يعني في ناس كتير قوي بدون ذكر اسماء يعني تطلب ان انت تحاورهم في حوار، يعني يقول لك لا لا مش عايز، او يضرب لك مثلا سعر في السما جامد قوي اجر عشان يجي البرنامج، فاقول لهم ايه ده بيعمل كده ليه وبيكره البرنامج، لا يقول لك لا لا اصلا ما بيحبش يطلع في لقاءات لانه ما بيعرفش يتكلم. شيرين من الناس اللي عفوية زيادة، فما ينفعش أي حاجة تيجي في دماغها تقولها، وأكيد هي هتخلي بالها من الموضوع ده. بس الفيديو ده عمل فيورشيب كبيرة جدا، وطلع بعديه فيديو يبرأ شيرين تماما من الهزارة السخيفة اللي كانت بتهزرها دي، ويظهر حبها ووطنيتها واللي بتقوله عن بلدها وهي بره مصر. لقيت الفيديو عامل 5 فيور ولا 250 فيور عشان حاجة في صفها مش ضدها. تعالوا نشوف الفيديو وبعدين ارجع اكلمكم عشان الموضوع ده مضايقني قوي،
ومعلش شيرين هتهاجم مش هتهاجم، انا معرفش شيرين على فكرة، ولا عمري شفتها في حياتي وما تقابلناش، ومش عايزة اغني، مش هتكتشفني، بس شيرين فنانة كبيرة ورفعت اسم مصر كتير برا مصر، وشرفتنا كتير بصوتها وبأغانيها. ووحش قوي فينا ان احنا نبقى ناس بننسى قوي. ليه مصممة اخد الاتجاه ده؟ يقولك انت ايه عايزة لما كل الناس تبقى ضد حد تمشي انت تدافع عنه عشان تبقي عكس التيار؟ اكيد لا. بس في يوم من الايام انا اتهاجمت والدنيا كلها كانت واقفة ضدي من غير ما تفهم، واتظلمت، يعني اتظلمت جامد، وهناك يعني لسه قصص ما اتقالتش، بس ابطال القصة بتاعتي بتاعت المقلب بتاعي اللي اتعمل فيا ده انتوا احياء ترزقون وبتشوفوني دلوقتي. والله ليكو يوم وهقول اساميكو واحد واحد وهحكي قصة كاملة، قصة تشيب يعني، تهالي كل واحد في مصر هيجي يعتذر لي. فالظلم وحش، ما ننساش زي ما نسينا ان صبايا الخير عالج ناس، وصبايا الخير راح رفح، وصبايا الخير عمل، وصبايا الخير سوى، نسينا برضو شيرين عبد الوهاب قدمت لنا فن جميل قد ايه واسعدتنا قد ايه. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي ده. وأنا بصفتي مطربة مصرية من أرض مصر، بلدي بلدي الحبيبة غالية، بلدي اللي بعشق ترابها، بلدي اللي عملتني. أنا سعيدة اللي بغني في بلد شقيق، بلد بيحبوا بعض وبيحترموا بعض. إن شاء الله دايما يعم السلام علينا وترجع تاني سوريا وفلسطين. ما يكونش في حد ابدا بعيد عن دياره ابدا يا رب. معلش هتقولوا عليا مجنونة، انتوا يعني اللي في كنترول، هنزيه تاني عشان اللي ما سمعش يسمع. ان هي كانت لما قالت الهزارة السخيفة دي كانت بتهزر، بس دلوقتي بتتكلم جد. قالت ايه؟ بس احنا الفيديو ده ما شفناهوش وما اتفرجناش عليه وما عملش فيورشيب وما حدش طلع علق عليه. معلش تجيبهولنا تاني نسمع لو ما سمعناش. وأنا بصفتي مطربة مصرية من أرض مصر، بلدي بلدي الحبيبة غالية، بلدي اللي بعشق ترابها، بلدي اللي عملتني. أنا سعيدة اللي بغني في بلد شقيق، بلد بيحبوا بعض وبيحترموا بعض. إن شاء الله دايما يعم السلام علينا وترجع تاني سوريا وفلسطين. ما يكونش في حد ابدا بعيد عن دياره ابدا يا رب. واللي يضايقك بقى ان ناس ما تسواش 3 مليم، 3 مليم ما عملتش غير كليبات كلها دعارة وحاجة تسيء الى البلد بطريقة غريبة لمجرد انها تحمل الجنسية المصرية، تطلع تشتم في شيرين. ست كده لا يشرفني ان انا اقول اسمها في البرنامج، ولا ينفع اقول اسمها في البرنامج. مجرد ان يذكر اسمها ده عار عليا وعلى القناة وعلى اي حد. تطلع تشتم في شيرين وتهاجمها وتزايد على وطنيتها، وهي اخرها اخرها اخرها. بلاش اقول. محدش يقدر يسيء لمصر. يعني هي اول ما قالت انا بنت مصرية او فنانة مصرية من ارض مصر، الناس كلها سقفت بقوة جدا في نفس الحفلة على فكرة اللي قالت فيها الافيان والبلهارسيا والبتاع، لان الناس عارفة قدر مصر وعارفة يعني ايه فنانة مصرية. مصر محدش يقدر يسيء ليها بكلمة ابدا.
معلش انا مش هكتفي بالفيديو ده. ومره تانيه اقسم بالله انا عمري ما شفت شيرين في حياتي، وصوتي وحش. مش هتاخدني في كليب اعمل دويتو معاها. ولكن قد ايه لازم نقدر ان في ناس ضيعت حياتها عشان تساعدنا. تقولي ما خدت فلوس، مش لازم تبقى مبسوطه على فكره. يعني ست غير متزوجه بتربي بنتين اكيد عانت كتير قوي، زي ما في ناس كتير قوي فكرتها باصلها وقالت اصلها ما كانتش بتعرف تلبس وما كانتش بتعمل مش عارفه ايه وكانت من غير جزمه وكانت من غير بتاع وكلام في منتهى السفاله. هو انت اي حد ما كانش معاه فلوس او اي حد ما بيعرفش يلبس او يبقى دي حاجه تعيبه؟ يعني يبقى انت بتعيب ناس كتير قوي، بتعيب تلات ارباع الناس البسيطه. ويشرفها تاني هتقول لي انا صورتها عشان شيرين عبد الوهاب فنانه كبيره جدا 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 تسيء التعبير، تتمتع بعفويه بتوقعها في غلط. انا اسفه اني اقول جهله وهي بتتكلم في بعض الاحيان، ولكن ما زالت فنانه كبيره ونجمه كبيره وتعبت قوي عشان توصل للي هي فيه، وعملت جمهور وعملت اغاني كتير قوي 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 بتسمعها في الاماكن وانت بره مصر، بتحس انها بتشرف مصر وبترفع اسم مصر. عيب عيب لما ننسى، وعيب لما يعني نمسح تاريخ مطربة كبيرة عشان غلطة، والغلطة لا تسيء لمصر. مصر أكبر من إن حد يهزر هزارة سخيفة ونقول أصلها أساءت لمصر ولا نيل مصر. معلش خلونا نشوف فيديو تاني، نشوف هل شيرين عبد الوهاب بتحب مصر؟ اللي طلع برضو ردح لها وقال لها مصر اللي عملتك ومصر اللي سوت. هي بتقول لوحدها على فكرة، قالت لوحدها من قبل ما حد يقول لها. نشوف الفيديو ده. ومعلش اسال سؤال تاني، مين اللي فضل، انا اسفه يعني، مرقد لك سنه، ما الحفله دي من سنه، عشان يطلع لك الفيديو ده؟ عشان عملتي ايه غلط يا شيرين؟ عملتي ايه غلط يا شيرين؟ انت عارفه وانا عارفه عملتي ايه غلط. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي. عيطت عشان كانت الجزمة وجعاها مثلا؟ ولا عيطت ليه؟ عيطت عشان جعانة مثلا؟ تفتكروا عيطت ليه؟ جيبوا لنا كده ما عيطت يا جماعة النبي، عشان ما حدش برضه يتفرج على الفيديو ده خالص. يعني جه على الانترنت والناس واصحابها وبتاع حاولوا يشيروه، بس لا خلاص احنا قررنا ان شيرين وحشة فتفضل وحشة، مش مهم الحقيقة ايه. زي ما احنا برضو كده لما رجعنا البرنامج طلعنا فيديو كده الناس نسيته، ما البرنامج رجع طلعنا فيديو نقول يا جماعة اهو هو وهي، هي وهو صحاب مع بعض، ماشيين متأنججين، بيشتروا سجاير مع بعض، يعرفوا بعض. نسينا الفيديو خالص. فمعلش زبطتلنا ورونا كده. شيرين عبد الوهاب الى الامام الى الامام، وخلي بالك من كلامك وما تهزريش في اي حته هزار سخيف، لان هو فعلا كان هزار سخيف اللي انت عملتيه، ولكن ما تخليش حاجه تكسرك، لأن ناس كتير قوي قوي من اللي وقفوا قدامك ناس فشلة، وناس كتير قوي 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 جمهورك كان لازم يزعل منك، لأن زي ما قلت لك كانت هزارة سخيفة جدا. ولكن مفيش حد يقبل إنه يزايد على وطنية حد، كلنا بنحب مصر قوي وكلنا لا نجرؤ إن نسيء ليها بفهم أو بقصد أو عدم قصد، يعني هو بس كان عدم فهم أو جهل. وكتير بقى من الاعلاميين طلعوا شتموها ومش يعني، افتكرت ايام وحشه قوي حصلت لي. نفسي بس ما نكسرش اي حد ناجح، لان اللي بينجحوا قليلين قوي في بلدنا،
وبلاش يعني بلاش يبقى عندنا دايما النية بتاعت ان فلان ده وحش فلان ده وحش فلان ده وحش لمجرد ان هو ناجح. طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع. في حاجة أنا يمكن أبقى مملة فيها. احنا نرجع التقرير. بس خلوني أقدمه بس. انتوا عايزين ناخد الفيديوهات الأول؟ طب خلينا ناخد الجريمة وبعدين نرجع ناخد الفيديوهات. عشان بس عايزة قبل ما الناس تنسى. أنا يمكن ساعات بحس اني مملة، ساعات لما بشوف برنامج بقول لأ بكرر نفسي كتير، بس يمكن عشان العقل الباطن بتاعي مخليني عندي رسالة معينة فعلا عايزة اقدمها، مش بس ان انا بيجيلي يعني جريمة اغطيها او موضوع اتكلم فيه، لا انا عندي رسالة وشيء مقتنعة بيه لازم اثبته حتى لو محدش سامعني او حتى لو محدش حاسس بيه، ولكن انا عارفة ان في ناس سامعاني وعارفة ان شاء الله باذن الله ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. لو نيتي كويسة هاخد على قد نيتي بالظبط المخدرات، وهفضل ورا المخدرات وبيقول لي في مفاجأة قريبة. انا الكرو لما يحب يجيب لي هدية يجيب لي فيديو لمخدرات، او احنا وراكم ورصدناكم في الشوارع انتوا فين وهنبلغ عنكم ولازم المهزله دي تقف. المهزله اللي بتحصل في الشوارع دي لازم تقف، لازم. لدرجه ان انا فكرت والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان انا اروح الرئاسه اقف على الباب كده زي المواطنين، يعني مش اكلم مثلا، لا اروح اقف زي المواطنين كده اقول له يا ريس انا عايز اقابلك عشان اقول لك إن, 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 ان لازم الناس اللي في الشارع دي تتلم وما تطلعش تاني. مش وزير داخليه ولا حد، والله والله بحلف لكم اقسم بالله اني فكرت اعمل كده اني وخفت لا يقولوا اصلها بتعمل شو بتاع. عايزه اروح قدام قصر الرئاسه كده اقول لهم عايزه اقابل الرئيس، عايزه اقول له ليه يا ريس سايبين الديلرز في الشوارع في كل حته؟ ليه؟ ليه انا عارفه دواليب الحشيش فين وكده؟ ليه وكل واحد عنده منطقه عارف فين الدواليب اللي بتبيع البتريل والترامادول ليه؟ انا عايزه حد يقول لي ليه الناس دي ما بتتلمش وما بتطلعش عشان يقول له عارف محمد ابن الحاجه سعديه اللي ساكن في اول الشارع خدوه ما طلعش تاني ليه يا عم؟ عشان نوزع مخدرات بس خلاص خلصت. هتيجي تقول لحد يوزع مخدرات يقول لك لا يا عم شكرا. لكن اما ده بيدخل شويه ويطلع وده بيدخل شويه ويطلع وده بيدخل شويه ويطلع وما بيهموش، يطلعوا نعمل بيهم ايه؟ يطلعوا نعمل بيهم ايه؟ يعني عندنا الصحراء كتير قوي قوي، ما نبني سجن كبير قوي 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 نحط فيه الزباله دي. انا مش قصدي على مدمني المخدرات، انا قصدي على تجار المخدرات. ما احنا لما نقبض على تجار المخدرات ونحطهم في حته وما يطلعوش ونصلح الاجهزه اللي في المواني اللي هي بتكشف الحاويات فيها حاجات ولا لا، لان ثلاث ارباع الاجهزه اللي في المواني بايظه فالتفتيش بيبقى يدوي، فلازم يبقى في معلومه عشان نكسر حاجه، تلفزيونات داخله، قطع غيار داخله، كل ده جواه مخدرات. وما نقدرش نبوظ كل حاجه او نكسر كل حاجه، لازم يبقى عندنا معلومه. طب الاجهزه اللي هي بتكشف عن اللي جوه الحاويات دي بايظه، نصلحها يا سياده الرئيس. والله ما بقول رئيس لمين، بقول يا سياده الرئيس. عارفين ليه؟ عشان انا مصدقه الراجل ده انه عايز مصلحه البلد بجد. وانتوا عارفين انا ولا بتملق ولا بخاف من حد، ولا حد يقدر يقلل لي اكلي اللي باكله في اليوم، بقولها بثقه جدا، محدش يقدر يقلل لي رزقي ولا اكلي اللي بيجي لي في اليوم، ولا هيحصل لي حاجه غير اللي مكتوبه لي وربنا رايدها، والله لو مين. بس عشان حاسه ان
فعلا الدولة عايزة تعمل حاجة. أنا بقول كده، المخدرات لو ضاعت المخدرات البلد هتتقدم بسرعة شديدة جدا 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 جدا، وهيبقى ما عندناش مشكلة ولا في سلوك ولا في مرور ولا في إنتاج ولا في جرائم، ولا مش هيبقى عندنا مشكلة خالص. تعالوا نروح لفاصل ونشوف. أرجو يا مدمن يا اللي قاعد بتشوفني، هتقولي طب أنا معيش فلوس أتعالج. لا، لو عايز تعالج هتعالج، لو هتدخل وتقفل على نفسك الباب وتقعد هتتعالج، وبالذات اللي بياخد برشام مش هيروين مش بودرة. افتح الدرج كده وفضي جيوبك وارمي كل حاجة وقول أنا قررت أبقى راجل، والست تقول أنا قررت أبقى ست محترمة. هدول ايه يعني؟ اي حد بياخد مخدرات مش محترم؟ مش محترم لان هو ما احترمش النعمه اللي ربنا اداهاله اللي هي الصحه والمخ والعقل، ما احترمش ان احنا كبلد عايزين نقوم، ما احترمش ان هو بني ادم بقى عبء على المجتمع، ما احترمش ان هو ممكن في ثانيه يقتل اللي حواليه او يضرهم ب ب ب لا انا مش هحكي لكم حاجه عشان اللي جاي ده انا ما تهقليش ان في حد شافه قبل كده. ارجو ان الرساله توصل. نشوف حتة صغيرة كده ونروح لفاصل ونرجع نوريهم التقرير. النهارده زوج قتل زوجته وبنته، نقدم ايه اكتر من اللي احنا شايفينه ده عشان نقول المخدرات لا؟ لا مرة اشوف دمها. قالت له رحمة أمك ما تذبحها. أنا أيضا أمهم على الأرض. زوج قتل زوجته وبنته، نقدم ايه اكتر من اللي احنا شايفينه ده عشان نقول المخدرات لا؟ لا مرة اشوف دمها. جيت ابن حلال الصغيرة قالت له رحمة امك ما تذبحها. زمان لما كنا بنلاقي جريمة قتل نغطيها كانت يعني بتبقى حاجة عجيبة جدا جدا جدا. النهارده من كتر ما القتل بيحصل بيبقى عندنا مثلا في الأسبوع 10 جرائم قتل نغطيهم، وبتبقى حاجة محزنة جدا 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 لما جريمة القتل دي بتبقى لناس من دم بعض. يعني مش مثلا حرامي نط على الشقة وسرق مثلا، لا بيبقى زوج وزوجة، بيبقى مرات أب وبنت صغيرة. النهارده زوج قتل زوجته وبنته اللي هي حاجة عكس الطبيعة خالص، والسبب اللي بيتقال فلوس. هل ده ممكن؟ معانا بقى أهل الطرفين، متهيألي إن احنا فضلنا نقدم الجرايم دي من غير ما نوصل لحلول ايه اللي حصل لنا، انا متهيألي ما ننزعهاش احسن. فالنهارده عايزين نطلع بنتيجه، ايه اللي حصل؟ ليه بيحصل كده؟ وايه اللي ممكن يبقى سبب الواحد يقتل مراته وبنته لو طبعا ما فيش مخدرات؟
حصل فيها القتل. يا رب ده ايه؟ معقولة يعني هي اتعملت كده بعد الحكاية، ولا هو حصل خناقة ياه ايه ده؟ سنة متجوزين؟ اه ايه اللي حصل بقى؟ لا اول مرة اشوف دمها، اول مرة اتعينا ما اشوفش الا دمها. مفيش، ايه اللي حصل يعني؟ لا عارفة ايه اللي حصل؟ هو نايم وهي بتأكله، هو نايم وهي بتأكله. هو نايم معين؟ بيبيع مخدرات حضرتك. هو بيبيع مخدرات؟ بيبيع سالي فايدة كاملة كلها حضرتك. يعني ايه نايم بتأكله مش فاهم؟ بتشتغل، انت عايز تخسر سجادتك تغسلك تمسح سنك تمسح عليك. هو انت بتقولي هو كان نايم هنا وبتأكله؟ هي نايمة، هي نايمة، هي نايمة، هي لو صحي كانت هي اللي قتلته. هي نايمة وفاطمة كانت في الحمام، العيال الصغيرة قالوا لنا انا اشوف دم اختي صباح. لا هو ابوه دلوقتي بيدور على العيال عشان الشقة، مش عايزين شقة ياخدها، بس سيب العيال سيبهم شقتين. ده بتدفع 700 جنيه ايجار يا جدعان، بتدفع 700 جنيه ايجار شقتين. هو عايزها قتلها ليه؟ قتلها عشان عايز ياخد الفلوس بتاعت الجمعيه، كانت مخبيها منه هنا وفلوس العمليه بتاعتش، كانت مخبيها منه هنا هي فلوس العمليه بتاعتش. انا كنت اعمل يا مدام عمليه في رجلي، مديها 5000 جنيه وجايبه 6000 ونص كار، وكانت واخده المسافات. ما كانتش شايلاهم عندك ليه؟ انا كنت رايحه اعمل عمليه من الحد. ما كنتش شايله الفلوس عندك ليه؟ رايحه اعمل لسه واخده فلوس من مرت اخويا، لسه جايبه كاردين حضرتك، كاردين بيجيب ده صيني. انت عايزه بلوزه، عايزه ترنج، كانت بتشتغل بتسعى على قداش دهب صيني. انت بتساعديها، ده بيساعدها، الناس بتحن عليها. لما جت سكنت هنا قالت لي يا زوبه عليها 30000 جنيه سلف اللي قلت لها خدي يا اختي. انا احنا بنمشي بعضينا، خدي ولما ربنا ما تقبضي النفر الثاني يديهم لي. يرضيكي كده؟ يرضي ضربها بايه؟ قصار يرضي مسلمين، بالله عليك يرضي مسلمين. ضربها بايه؟ ضربها بالمعاكس السكاكين بره. ده كل يوم بيهددها يا مدام، ده متعمد، ده قفل الباب وقفل الشباك، الجيران اللي في الوش لو كانوا هنا كانوا سمعوها، لو كانوا هنا كانوا سمعوها. ده قفل الباب وقفل الشباك وقفل وجاب بطة من الحمام على كلام العيال الصغيرة. معلش يعني ليه ما استناش تنزل ولا حاجة وخد الفلوس ومشي وخلاص؟ لا قصدي ليه قتلها؟ قبلها ب10 أيام، قبلها ب10 أيام جيت أنا وجوزي ومرات أخويا اللي تحت دي، كان ضاربها في الشارع، الجار اللي جنبيهم ده قال له عيب يا ابني كده، عيب دي ست يعني عيب ما تضربها، اطلع اضربها فوق. كانت النوم ده بتجيب كارد هي وست مش من بيننا، ست احنا هنا علينا مسيحيه والله العظيم بس امنا،
امنا مش من دنا بس ست محترمه. قالت له يا محمد بتضرب صباح لي جاي اعمل لها كده عند الكوافير؟ قلت له ده عينه كلها غدر، ايه اللي بيعمله ده؟ اللي بيعمله ده؟ قلت لها يا بلمونة هو في نار كده عشان هي كانت معاك النهارده بتجيب كارد. قال لها تعالى هات الفطار، قالت له انا جاي في السكه. نزل جابها في الشارع حضرتك، لو الجيران اللي تحت دول موجودين هيشهدوا، والجيران اللي فوق في الدور السابع. قالت الحقيني، كان المدرس عندي بيدي ابني الدرس، الحقيني الحقيني. جيت لقيت بقول لها في ايه؟ قالت لي خلاص انا مشيت، رحت اكل عيشي، محمد ضربني، محمد ضربني، وهات عند عادل وتعالي بالليل. رحت جيت عادل بقول له يا محمد اشتغل يا ابني وهات لك علبه السجاير، سيبها هي تجري على عيال، سيبها هي تجري على عيال. قال له يا عادل الصبح بلعت الفطار، قالت لي اجيب لك السم. خلاص يا محمد جبت لك الفطار، انت فرجت عليا الشارع. قال له ما ضربتهاش. قال له انا النجار اللي تحت قال لي اللي انت ضاربها، النجار اللي تحت قال لي انت ضاربها. لا قصدي اقول لك ليه ما كانش يسرق من غير ما يقتل؟ اي من غير ما يقتل؟ لا هو دلوقتي قتل بيقول لك عشان بيذلوني، بيقول لهم كانت بتخبي الاكل منه. لا عمرها ما تخبيه منه، ان عيالها. لا قصدي اقول ان هو لما يسرق هيبقى عارف انه هيتسجن. هو سرق انا فاهمه، بس يبقى عارف انه هيتسجن. ليه ما سرقهمش وجري وسابها ما قتلهاش؟ هو سرق حضرتك، دقت الناس وقعد بيتفرج عليهم وهم نايمين، يعني قتلهم من 2 بالليل، احنا جايين 6 الصبح. احنا اخر نزل لقيتوه موجود؟ احنا لو شفناه كنا ذبحناه. انا واحده من الناس لو ما اول بالك انا مش خايف ومش هتعدم. قتلهم الساعه 2 وبعدين؟ قتلهم واتصل باخوه قال له تعالى انا قتلت صباح وفاطمه. لا على كلام اخوه بيقول لك انا جيت اذبح العيال الصغيره، قالت لي ورحمه امك ما تذبحها. راح يعني اختي مدام رهام ماتت مرتين. مره وقتل بنته؟ ما موتها مرتين، كان فيها الوعي، جاب لها فاطمه قدامها، جاب لها فاطمه دي. انا بقى فاطمه عشان فاطمه الوحيده اللي بتدافع عن امها، فاطمه الوحيده اللي ناصحه بتدافع عن امها، بتقول له يابا سيبنا نعيش عيشه نظيفه. ليه يا دي؟ بالله عليك يا دي عيشه نظيفه، يا دي عيشه نظيفه، يا ناس دي عيشه نظيفه، يا عاشت زي مين؟ عاشت زي مين؟ في الستاره بتدفع 700 جنيه والله العظيم، بيقول لك اخد 10. العيال الصغيره دول قد ايه بقى؟ امها عندها 3 سنين، يوسف في سنة أولى، وزينب في سنة أحد. دول شافوا يعني ما بتتقتل؟ زينب ومنى اللي شاف، زينب ومنى. ترجي عندي إن أنا أطلع ماليش أختي، ولا حتى ألاقي فاطمة ترجي عليا شوية حلايين، ألاقي دمهم على الأرض. ده لو يرضي ناس، لو يرضي مسلم أو مسيحي يقولوا، لو ده يرضي مسلم بيقول لك أنا هخرج، أنا هخرج. هي دي أنت تعرفي تضربها بإيه طيب؟ ما هو كده كده كل يوم بيحط على رمز وهو ليه معاه؟ هو بيشتغل ايه؟ ما بيشتغلش، كان بيروح المذبح، كان بيروح المذبح. دلوقتي ابوه ما انت بتقولي بيبيع مخدرات؟ ما بيبيع، مذبح جزار وبعدين قلب. ما بيروحش حضرتك يسالي في المذبح هيقولوا لك ما بيجيش، بيروح في أيوة قلب يعني بقى تاجر مخدرات. في دلاب بيروحوا بيبيع في مخدرات. حضرتك اسالي يوسف الصغير ان هو بيبيع، واسالي ان اسالي فايده كامل حضرتك كله من غير حاجه. ما هو عشان يقتل مراته وبنته لازم يبقى مش واعي. لا يا مدام رهام والنبي ما تقوليش مش واعي، الله يخليكي ما تقوليش واعي مخدرات يعني مش واعي و بيشيلهم مخدرات. حتى اختي بتشيل مخدرات تحت السلاح، يقول لها عارفه لو ما رحتيش تجيبي عارفه هموتك. اقول لها انت بتروحي تجيبي مش خايفه الحكومه هتاخدك؟ تقول لي يعني افرج عليا الناس يعني بقى تروح تشتري له يعني؟ هو بيقول لها المكان ده روحي. عارفه بقى بيشرب ايه؟ بيشرب ابتريل ترامادول. هو كان بيقول قدامي على الحاجات دي معرفش، وبيبيع بقى مشغل عيال صغيرة كده، عيل معرفش اسمه ايه كده، اتحبس معاه قبل كده في قضية، خرجناه من 7 أواضي. بقت تقول لها حرام ده في ضيق، حرام تقولي ده بيبيع. طلقتش منه ليه بقى؟ ما هي كانت رافعة قضية وما لحقتش القضية تمشي، كانت رافعة قضية ما لحقتش. القلبة دي بقى كانوا بيجروا منه يعني ولا انت ما تعرفيش تفاصيل؟ لا انا ما شفتش يا مالك، كنت بقالي اسبوع ما شفتهاش، وابنها عندي في المدرسه. على كلام العيال الصغيره بيقول لك جاب فاطمه من الحمام ودخلها. الله يا صباح فاطمه اهي، كانت هي لسه فيها الروح يا مدام. فاطمه ايه يعني؟ هي فرخه؟ بتقولي جاب فاطمه من الحمام دخل الاوضه هنا فرجها، بيقول لها فاطمه هي بيذبحها قدامها يعني؟ ماتت مرتين كده حضرتك يا مدام رهام، دي ماتت مرتين حضرتك. ده بيقول لك انا اخد 10 سنين واخرج اذبحني انا واختي التانية، ده يخرج ليه ده؟
يخرج ليه؟ ده مؤذي، ده مؤذي، ده مؤذي، ده مؤذي. يقول لاخوه بيع الشاشه وعمله محامي شاشتين، انا اكسر الشاشه دلوقتي واكسر كل حاجه واقطع كل حاجه. يقول لاخوه ايه؟ بيع الشاشه؟ وهاتولي وهاتولي اكل وهاتولي هدوم وهاتولي لبس. بجد والله؟ وربنا وربنا بيعمل لنا حاجات مش كويسه. انا ما اقدرش، انا اول مره اجي هنا كنت الشاشه. عايز يبيع الشاشه. شاشه شاشه تاني بيها. هو دلوقتي اللي بيفكر فيه انه يبيع الشاشه. الشاشه عشان نجيبوا له اكل وهدوم. عايزين، عايز اكل وهدوم، ما عنديش لبس ما عنديش هدوم. هي في يوم من الايام بهزر مع بنت اخويا بقول لها افتحي اتفرجي على رهام سعيد جايبه صباح. قالت لي انت بتهزري. قلت لها انا بهزر معاكي. قلت لها واحد الحق ده بحمرته وبنته. هي كانت عايزه تقول ده هيذبحني. صدقوني احنا ما كناش بنصدقها. هي كانت بتروح، انا مش، انا واحده من الناس جيت عليها قلت لها عيش انت كدابه انت تعبان عنده فيروس حرام عليك هناخده لحم ونرميه. كنت اقول لها عيشي واستحملي وما كنتش بصدق. تقول لي بيحط على رقبتك كذلك. اقول لها انت كدابه. في بني ادم يحط على واحده كازلك وهي نايمه؟ في واحد يحط على واحده كازلك وهي نايمه؟ انا بس هموت اعرف ليه قتلها. يعني كان ممكن يفتح التلاجة ياخد الفلوس ويمشي. بقى هو بيبيع مخدرات، هو كان، هي كانت بتروح الشغل والبنت بتروح المدرسة. العيال الصغيرة كانوا بيبصوا عليه. كان بيطلع المرشدين هنا، المرشدين. في مرة جت لقيت واحدة مرشدة قاعدة معاه بتقول أنت طلعتي فلانة هنا؟ قال لها ما حصلش، ده نادت عليا من تحت. قالت له يا محمد أنا الشغل ده ما بحبش، مش كل حتة أسكن فيها تعمل لي فضايح. فاطمة بقت عروسة. هي تمشي ويجيب المسجلين، هي تمشي ويجيب الشباب. ايوه ما انا بقول لك بس برضو ايه اللي يخليه يقتلها؟ ما عشان كده حضرتك ما بفتح الثلاجه اخد الفلوس واقول لها ما خدتش حاجه وخلاص مش لازم اقتلها. ليه اقتلها؟ يا ريت حضرتك عشان الفلوس، ده حضرتك عشان بيطلع المسجلين وبيدخل. قبل كده واحد اتحرك. طب لما قتلها، لما قتلها مش متخيل ان هو يتسجن؟ اكيد عارف انه يتسجن. بقول لك انا هبقى تحت تاثير المخدر وهاخد 25 سنه يفضل على 15 سنه هطلع. وعايز اخد برشامه اطلع. انا في دماغي حاجه عايز اطلع اعملها. وعنده كام سنه؟ 43 او 44 سنه. 15 سنه يطلع يعمل ايه؟ يطلع بقى يدبح فينا. لا قصدي يبقى عنده 60 سنة يعني. هو يطلع يدبح فينا حضرتك، هو يطلع يدبح فينا. هو دلوقتي حضرتك كان بيطلع صحابه، وكان في واحد في يوم من هو كان تحت تأثير المخدر وهو بيقتلهم، لما فاق من المخدر ما زعلش عليهم؟ لا بيقول لك، انا بيقول لي جوزي، انا جوزي كان في النيابة، خدوه في عربية نص ساعة قال لهم ده جاي يقتلني. جوزي قال له انا محمد جايب لك العيال تشوفها، ده جزاتي تعمل فيا كده؟ قلت له ده ما عندوش رحمة، رايح تدي له العيال يا عادل. ده ما عندوش رحمة. قتل البنت وانتوا رايحين تدوا له العلم؟ انتوا غراب برضه. انتوا جوزك غريب بصراحة. ما يا عادل حرام عليك التقيل. وخلوا العيال اللي كان عايز يذبحها. بيقول له عشان تسيبهم يقعدوا مع خالتهم. محمد اتنزل عليهم يقعدوا مع خالتهم عشان يتعلموا. قال له لا مش هيقعدوا مع حد. ابويا يقعد، ابوه مع مين؟ مع ابوه يخدم. ابوه مين هيخدمه؟ نزل عليهم ايه؟ هم يروحوا له؟ بيقول لك انا خد. مش قادرة أصدق، يعني بيت فيه تلات أطفال صغيرين وبنت كبيرة، يدخل الأب يذبح الزوجة وبعدين يجر بنته الكبيرة من الحمام هنا، يدخلها الأوضة النوم وهو قاتل مراته بتطلع في الروح، يقول لها بنتك أهي، ويروح دابحها قدامها، ويبقى شايف بنته ومراته مقتولين وعايز يذبح عياله الصغيرين، فالأم تقوله عشان خاطري بلاش العيال الصغيرين، ويقول لك أصل أنا كنت تحت تأثير المخدر. والواحد لو قال ألفاظ موقف زي ده يتحاسب برضو؟ يعني يتوقف كده؟ بس يعني خدر ايه يعني؟ يعني غور انت؟
انت والمخدر اللي انت خدته بالناس اللي بتتاجر فيه بغوره بجد، يعني لما يجي كده زلزال يتفتح الارض وتاخدكم كلكم باللي في الدولاب، باللي بيوزع، باللي بيتاجر، باللي بيدخل، ولا لكم لازمه ولا يتقال عليكم رجاله. شويه يعني ايه نقول شويه ايه، والله ولا حيوانات، شويه حوش وطين. متخيلين ان الدم يعني القتل ده ما كانش قتل عادي، يعني مش واحد مثلا طعن واحده، كميه النزيف بتاع الدم ده انت مش شايف. تعالى شوف الستاره، انا بس مش قادره استحمل الريحه. نزل الكاميرا هنا، بص الستاره تتعصر من الدم. بص ده الدم المجهود، شايف كمية الدم عاملة ازاي؟ شايفين كمية الدم عاملة ازاي؟ ده حد مسك في الستارة، من كتر ما مسك في الستارة وقع الستارة. بصوا كمية الدم عاملة ازاي؟ أنا مش عايزة بس أمسك حاجة. بص نبص الدم لسه. هل ده مش قتلهم؟ ده يعني قطعهم حتت. احنا بنتكلم يا سادة عن مراته، سيبكم مراته، كلكم عايزين تقتلوا مراتكم، تمام؟ بنته الدم اللي احنا شفناه جوه ده دم بنته. انا عايزة اسمع اهل الزوج، يقال ان اهل الزوج تحت. انا بيني وبينك مش عايزة يعني ادخل ولد صغير اقوله انت عملت ايه، شفت ايه وفين. هو بس انا عايزاك يعني هيك موجودة شافت؟ اه كانت موجودة وشافت. هو خلينا اتكلم عمه، يقول اللي هو موت خالتي وبنت، هو ابوها قال لها اتصل بيهم قول لهم ان انا موتت ماما وبابا. هو دي تعرف تتصل؟ مش هي اللي اتصلت، ابوها. لا لما جه مثل الجريمه قال كده، كانت في ناس واقفين على السلم سين هو بيمثل الجريمه، جيران من فوق. تعالوا نزلوهم بقى. ها انت ابوه، تعالى انت شفت، تعالى كده اوريك. ها تعالى اوريك، انت ابو المتهم صح؟ ده هو الدم ده، شايف؟ طيب ما قلت ان الاستاذ احمد جاب المره اللي فاتت. شفت ايه بقى اللي حصل؟ انا كنت نايم والله في البيت انا وجي. لا انت لما رحت يعني النيابه قال لك عمل كده ليه؟ انا بيسالني في النيابه بقول لحد انت كنت ايه اللي حصلت؟ انا كنت في البيت نايم. لا انت ابنك قال لك عمل كده ليه؟ شفتش ابنك خالص؟ خالص نهائي خالص والله العظيم بجد. ما جابكش التليفون طيب يقول لك عمل كده ليه؟ كلم اخوه. هو ده اخوه؟ تعالى كلمك قال لك ايه؟ كلمك قال لك ايه؟ هو عادة ما كلمنيش، انا هكلم اخويا محمود. انا اخوك محمود اخويا في البيت. هو عادة يتكلمه واتصل بيه قال له ايه؟ اتصل بيه قال له انا ذبحت مراتي وبنتي ولما حدش يجي يلحقني ابها الاثنين التانيين. ليه؟ ما نعرفش. جينا يعني انتوا كده شايفين ان ليه يعني؟ لان كل اللي انا اعرفه ليه وعشان ايه؟ مخدرات. انا عايز اوصله ليه وعشان ايه؟ مخدرات. لما جم صحوني الولاد قالوا لي ده في محمد اخو الهبه ذبح ال هو كان بيبيع مخدرات في دولاب فعلا؟ اه الصراحه. اه صح؟ الصراحه. كان بياخد مخدرات اكيد. بياخد. انا قلت كده من هنا. انا قلت كده قلت له باخد مخدر. فكرت ستك وبعدين انا كنت نايم، جه خد انا ده اخويا محمود.
وخالد امسح الهواء عشان محمد عمل كذا كذا. قلت له يلا بينا لما جينا هنا تحت قلت له لا مش هينفع خبطنا خبطنا قلت لهم خلاص. طب انت مش عايز تسيب لهم العيال ليه؟ مين؟ مين ده؟ العيال الصغيرين هسيبهم؟ تمام انا هم في كلام اتقال جه العيال عندي الصغيرين كانوا عند عيال كانوا عندي لما جم قالوا لي احنا عاوزين عيال على ايه؟ جهاز انا عاوز العيال اعمل نجيب عشان الامر كذا 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 تتولوا ها؟ نجيب بيقول هيسيب لك العيال مش هياخد العيال ولا هياخد صباح صباح انا كل مش ده مش مهم مش هياخد العيال واحد قدام ربنا انت راجل بالصرف وعندك ولا قال قال ده بحر. صباح محترم يا ابراهيم لا هو ما قالش حاجة ايه رأيك في صباح؟ ما قالش حاجة بقى يرضيك من ربنا انت راجل حاجك بتربنا بس هو صلى الله على النبي على الصلاة والسلام احنا ولا اتكلمنا مع حاجة حرام بقى أي حاجة نايمة كل الناس بقول لك احنا اللي يبقى نايمة انا عارفة تقول لي لا 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 صباح محترم ولا مش محترم طبعا اعمل ايه او اقول ايه او اقدم ايه نقدم ايه يا جماعة نقدم ايه انا مش عارفة انا عايز اصرخ نقدم ايه اكتر من اللي احنا شايفينه ده عشان نقول المخدرات لا عايز تشوف ايه او عايزة تشوفي ايه اكتر من اللي انا موريهولك ده عشان تبطلوا تاخدوا مخدرات اللي واقف في الدولاب ده ولا التاجر اللي قاعد في قصر وفيلا وعنده في مارينا وعنده في جونة وعنده في يخت في مش عارفة فين وبيسافر انجلترا وبيسافر امريكا وولاده في احسن مدارس من فلوسك انت ولا يجي جنب المخدرات ولا يقرب منها تاجر المخدرات وانت تمشي تقتل في الناس وتقتل في لحمك وتضيع وتتسجن وتموت في الاخر الى اي مدى مش هنفهم المخطط ده لتدمير مصر مفيش مخطط يعني انا اسفة اقذر من كده لتدمير بلد مفيش ولا تقولي ده الارهاب الحقيقي والله العظيم ان المخدرات هي الارهاب الحقيقي اللي لازم كلنا نحاربه مش عارفه ده دي ده دم يا جماعه المجلط ده كده ده دم ده دم الله يرحمه بجد يعني استغفر الله العظيم مش عارفه اقول ايه اعمل ايه او اقول ايه او يعني اولا انتوا فاهمين يا حرام يعني البعض فاهم ان وقوفي في الريحه دي وسط الدم ده عادي على فكره ممكن تقول ريهام سعيد قلبها جامد ممكن تقول ريهام سعيد بتحب النكد ممكن تقول ريهام سعيد اي حاجه انت عايز تقولها بس والله العظيم انا في الاخر بني ادمه في الاخر ربنا خلقني زيكم عندي طاقة وعندي مقدرة فكرة انك تدخل وتلاقي دم متجلط في كل حتة وستارة غرقانة وتتخيل انه هناك لا بقول لك حاجة من غير الدم خالص انت قالوا لك الشقة دي اتقتل فيها حد في الضلمة كده زي ما دخلنا ورينا جبتوا التقرير واحنا بنفتح النور ولا ما جبتوش الحتة دي في الاول خالص 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 داخلة الشقة لقيتها ضلمة خالص عشان تدور على اللحظة اللي هتدور فيها على النور وتفتحه ده احساسك ان المكان اللي انت داخله ده اتقتل فيه حد انت لسه ما دخلتش عايزة 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 مقدرة يعني وريني كده اول ما والمصحف مكان كاموفلاج ولا وحياة ربنا ولا اي حاجة يعني طالعة الشقة قالولي الشقة فتحناها لك فوق بفتح الشقه لقيتها ضلمه عشان ادخل
لازم هدخل الاول، لازم ادور على النور، فستر ربنا ان النور يعني على الباب. احنا اقسم بالله عمرنا ما بندخل المكان الاول وبعدين نمثل ان احنا طلعنا، مفيش الكلام ده. اي حد بيشوفنا او صورنا عنده قبل كده عارف ان احنا ريال تي في، التلفزيون الواقع ده، بندخل على طول في اي حاجه نلاقيها، اي حاجه نشوفها. عشان ادخل عشان ادخل الاقي الكازلك والسكاكين والدم. انا عايزه بس تجيب لي حته الدم المتجلط اللي في كل حته، عشان تعرف ان تتخيل وانت واقف ان دي ست كان في حد قاعد يطعن فيها، وهي بتمسك في الستاره لدرجه ان الستاره تقع ويبقى كلها دم كده. بص الدم المتجلط ازاي، بص الدم عامل طبقه ازاي، كميه النزيف، وان في ست تقع على الارض فيجيب لها بنتها يذبحها قدامها. يعني انا لكل ام بتشوفني دلوقتي، ماشي يعني قدر الله ما شاء فعل ان احنا كلنا هنموت في الوقت اللي ربنا كاتبه لنا، ايه السبب ما نعرفش، لكن تتخيلي ان ابنك او بنتك بيتذبحوا قدام عينيكي وانت بتطلعي في الروح، ده قتلها 20 مرة. يعني القتل بتاعها هي كوم، وذبح بنتها قدام عينيها وهي بتطلع في الروح، ده كوم تاني خالص. ايه رأيكم في المخدرات يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ نقول ايه تاني؟ نعمل ايه تاني؟ نوريكم ايه تاني؟ اعمل ايه اكتر من وقوف في الريحة وفي الدم وفي نعمل ايه؟ نقنعكم ازاي؟ للي حتى يقولك ايه؟ لا 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 صبايا ده، لا ده انت لازم تقعد ابنك قدام صبايا وتوري له انا بقول ايه على المخدرات، عشان لو لسه ما دخلش في دايره المخدرات ما يدخلش فيها، لانها بقت موضه خلاص، بقت موضه ان المنطقه كلها بتبرشم عادي. انا مع اني حاولت اعمل معاه لقاء امبارح مرضيش، بس اهلا بيك اخو القاتل، اهلا بيك. راح فين؟ انا خالد يا معلم. احنا حاولنا نقابلك امبارح ما رضيتش. والله العظيم والله العظيم والله العظيم. الاول اي شيء، بس انا اسف بس على اللي احنا فيه، يعني مبروك الاول على المولود، وانا في حاجه عايز اقول لك عليها يا فندم. يعني في كلام يا استاذه ريهام لازم بنته اللي تعرفوا بيه، عشان الكلام دوت محمد يعني جوه اخويا ومش عارف ينطقه، يعني هو جوه محمد. انا عارف ان محمد بصي مذنب مذنب ويتعاقب، ماشي عارف ان هو غلطان في مدته. مذنب بس؟ لا بص يا فندم، اللي انت حضرتك عايزه تقولي عليه. اصل انا هقول لك حاجه، لو انت لو اولا انا قابلت باباك راجل محترم جدا جدا. ايوه يا فندم. واخوك راجل محترم جدا صغير. على فكره بقى اللي هم بيقولوا لك العيال ومش العيال، العيال دي كانت عندنا. لا بس هما ما قالوش، بس هما ما قالوش حاجه وحشه عليكوا على فكره، وكنت انا حتى وكنت انا حتى قلقانه انكم تقابلوا بعض. هما قابلوا بعض عادي خالص، يعني هما يعني اذا كان انتوا ولا هما قابلوا بعض بطريقه لطيفه جدا، ما فيش اي حاجه. انا قابلت زوبه في المحكمه، قابلت زوبه في المحكمه وحضنتها وسلمت عليها. ماشي انتوا ناس طيبين، لكن انا عايزه اقول لك ان الست اللي توفت دي او اتقتلت لو فيها أيوة. عبر الدنيا. ايوه يا فندم. لو اوحش واحده في العالم ما ينفعش. ماشي يا فندم. هقول لحضرتك بقى حاجه، عشان برضو يمكن من ضمن الحاجات اللي هي ما حدش عايز يقولها عشان خايفين. العيله كلها خايفه يا فندم. هقول لحضرتك ايه هي بقى؟ ايه بقى؟ كله في فايده كامل دلوقتي، ابويا واخويا واخويا وعمي واختي، كل دول خايفين. من ايه؟ عشان مش عايزين يقول، هم عارفين الحقيقه فين. محمد اخويا مذنب، مش بقول لك هو ملاك وكان بيصلي على سجاد بيتعاطى مخدرات، مش بقول لك لا. الدولاب كان بيروح، مش بقول لك لا. محمد اخويا مش ملاك، مذنب من اللي عمله في بنته بالاخص. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا فندم، طلع النبي يا فندم، لما واحد يكون محبوس 8 اشهر في تخزين حلوان او 9 اشهر، وكان سيد مراته وبنته او مراته والاربع عيال في اوضه وصاله، تمام يا فندم؟
ولما يطلع محمد اخويا يعني قبل ما يطلع بشهر اختي راحت مع صباح السجن اللي هو كان فيه ان احنا كنا مقاطعين الصف الحكم فيه. ها يا فندم لما راحت له قالت له يا محمد انت لما تخرج من السجن اللي انت فيه هتلاقي دنيا غير الدنيا اللي انت فيها. صحيح. فهو ما كان واخدها بماده هزار. فعلا لما محمد اخويا طلع لقى فندم شقه لا تقل ثمنها. انت رحت الشقه وشفتيها يا فندم؟ صح يا مدام رام؟ اه رحت الشقه انت وشفتيها حضرتك. شفت العفش اللي كان فيه محمد يعني العيشه اللي محمد اخويا عايشها. ادي بند ثاني. البند الثالث محمد اخويا في نفس يوم الواقعه فتح الفريزر عشان ياكل او يعمل اي لقمه لنفسه لقى حضرتك كيس اسود بيفتحه لقى فيه 30,000 جنيه. لا 22,500 جنيه. لا 30,000 جنيه وتعدوا والمباحث عدتها. 22,000 جنيه بتوع الجمعيه و6000 جنيه بتوع عمليه اختها عامله بيهم قرض. مفيش جمعيات يا فندم. بص يا فندم مفيش جمعيات. طب ماشي ماشي انا مع حضرتك في الكلام دوت. دي فلوس جمعيه انا مصدق الناس دي ومصدق الكلام اللي بيقولوه. انا مع حضرتك ماشي يا فندم. طب ال 27,000 جنيه اللي لقوها في الشنطه بتاعت فاطمه اللي في الاوضه بتاعت فايه برضه معاها 500,000 جنيه فايه برضه؟ كان يا فندم هو بيسألها في نفس اليوم بتاع الواقعة ده سألها مش عايزة تقول له هي بتشتغل وبتكسب. هي مش عايزة تقول له لأنه بياخد منها الفلوس يشتري بيها مخدرات. يعني يا فندم أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة وبعدين أنا عايزة أقول لك حاجة. أنا شايف أنا طلعت من السجن وشايف إن في شقة وشايف إن في حاجات وفلوس وحاجات أنا مش عجباني أو شاكك فيها أو ما صرحوهولنا بالمعروف. شكرا مع السلامة. أنت طالق كان بيسألها والله يا بنتي. وبعدين والله وبعدين والله وبنته والله. طب ثانية واحدة بس. وبنته اتفضل عملت ايه بنته؟ اتفضل. انا مش بقول لك اخويا ملاك. لا ملاك ايه؟ ملاك ايه؟ انا بسألك بقول لك ماشي مراته وبنته اللي من دمه اللي من صلبه يذبحها؟ ليه؟ عملت ايه؟ وبعدين هما بيقولوا جاب فاطمة من الحمام ذبحها قدام امها. اه لا يا باشا محمد ذبحها يا عم من ورا امها. لا 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 دبحة. فاطمه كانت نايمه جنب امها ولما قالت يا سيدي لقيت المشكله. انا مش قادر اصدق. انت اسمك خالد؟ انا بشكرك يا خالد. انا مش قادر اصدقك والله. يعني انت فكره انه قدام امها ولا من ورا امها. يا جماعه احنا بقينا احنا معلش انا مربوط اصلا انفعلت. معلش احنا وصلنا الى درجة ان احنا بالنسبة لنا عادي او لسه في مجال للدفاع عن حد يقتل بنته. بتدافع على ايه؟ ومش ملاك. لا مش ملاك دي لما نقول ان هو بيغلط غلطات تانية. لكن ده يتشنق ويتشنق 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 ويتحرق ويتجلد وكل حاجة في الدنيا. هتقولي لا اصل هو مدمن مخدرات. لا مدمن مخدرات ولا مش مدمن مخدرات. هو اصل احنا هو مش مجنون عيان. لا انت بدل بتروح بايدك تروح تشتري وتاخد سم ازرق تيجي تعمل علينا بينا كهطل ومش فاهم حاجه وتحت تاثير مخدر وتموتنا وتقتلنا وتبوظ لنا بلدنا و و و انا اسفه يبقى تغور في 60 داهيه. يعني فوقه لغايه امتى عايز تمشي؟ يعني زي من يومين كده راجعه متاخر ولقيت واحد مستنيني قدام البيت مش شايف اي حاجه خالص خالص. انا كنت عايز حضرتك عشان مش عارفه ايه وبتاع طيب حضرتك تحت امرك. انا طبعا عامله مسافه عشان اصلا انا مراتي عندها القلب وانا عندي سرطان. طيب تحت امرك. عايز دكتور قلب يعني؟ عايز دكتور سرطان؟ عايز جلسه كيماوي؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ اصل انا حضرتك هي عندها القلب وانا عندي ويعيد. عايز مبلغ مالي. عايز ياخد مني انا فلوس عشان يروح يشتري مخدرات. انا
زي بالظبط ما بلاقي الشحاتين ولاد الصغيرين دول في الاشارات جايين ياخدوا مني فلوس، انا اقول لهم انا جايين تاخدوا مني فلوس؟ انا لو مني انا بيتكو، لانكم بتتاجروا تجاره سخيفه جدا جدا، انكم تودوا عيالكم في الشوارع الساعه 12 بالليل، واحده بالليل يتلزقوا في العربيات الفخمه عشان ياخدوا فلوس، وانتم مقتدرين ومعاكم فلوس كتير جدا ومنكم بنين عمارات وعندهم شقق، وانتم سامعيني وبتشوفوني، عندكم الحمد لله تلفزيون ودش وكل حاجه. احمد، الو. الو، ايوه مساء الخير، اتفضل. ازي حضرتك؟ انا اسمي خالد مش احمد. خالد والله حتى مش قريبين من بعض، سمعتوها غلط ازاي؟ معلش انا اسفه، اتفضل. لا لا اوكي، ام سوري. كنت اقول لك بالنسبه للموضوع اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيه دلوقتي، موضوع اللي حصل القتل وكلام من ده، انا مش هقدر اتكلم فيه بصراحه عشان يعني هغلط بصراحه. ما فيش مخدر في العالم يخلي حد ياخد يعمل حركه زي دي، يموت مراته وبنته، الا اذا هي هاز هيستوري، يعني عنده هيستوري اوف فايلنس. انا مش عارف ممكن عنده هيستوري اوف ايه؟ فايلنس، فايلنس يعني. لا لا لا، مش لازم يبقى عنده هيستوري اوف فايلنس، لان هو لا اصلا المخدرات بتخليك ا فايلنت بيرسون اصلا. طيب اوكي، احنا نقدر، احنا عارفين اصلا. هو بس بيقول ان معلش اترجم اللي حضرتك قلته، هو بيقول ان مفيش مخدر في العالم يخلي الواحد يتصرف التصرفات دي غير لو عنده تاريخ من العنف، يعني انه وقع عليه عنف او ان هو عنيف او كده. فانا بقول له لا، ان المخدرات من الحاجات اللي بتعملها انها بتحول الشخص لشخصيه عنيفه جدا. من سجن اساسا؟ طب إيه؟ انا ده خارج من السجن اصلا، يعني ده يعني ده خارج من السجن في تجاره المخدرات اصلا، يعني انت كده كده يعني دي كفايه. بس ما علينا، ما هم لو ما طلعوش، يعني لو دخلوهم. انا على حاجه تانية خالص بعد اذن حضرتك. دلوقتي موضوع المخدرات اللي في البلد، احنا عارفين كلنا زي ما حضرتك قلتي من بدري، انت عارفه فين الدواليب وعارفه فين كل حاجه، احنا نقدر نستعبط، فاهم قصدي؟ وليه ما نعملهاش ليجلايز بطريقه زي بره؟ يعني هم عملوها ميركل ماريجوانا مثلا، ميركل في حاجه اسمها ميركل، صح ولا انا بتكلم؟ انت متكلم في صبايا الخير، عايز تخلي الحشيش يبقى قانوني يعني؟ لا طبعا، لا طبعا. امال ايه؟ لا طبعا، انا بتكلم على الناس اللي بتاخد كل الحاجات دي. بس انا عايزه افهمك حاجه، واحنا مش مفروض نتكلم الكلام ده على التلفزيون، بس انا بشكرك جدا بما ان يعني الموضوع اتفتح، وانا يعني بطلب من الاعلى الاعلام وكل الناس انكم تدونا الفرصه ان احنا نفهم الناس وننور لهم عقولهم. يعني بصوا، ده واحد محترم متكلم يقول ايه؟ متكلم يقول ان لو المخدرات اللي هي اقل تاثير زي الماريجوانا او الحشيش اللي هو زي الحشيش او البانجو او كده مسموح بيه او قانوني، الناس مش هتضطر تاخد الابتريل. حضرتك غلطان، لان هو لو عايز ياخد الحشيش، ما هو الحشيش موجود. يعني انت خليته قانوني او مش قانوني، ما هو موجود. لو هو كان عايز يشرب على قد سجارة الحشيش اللي ناس كتير قوي بتعمل كده، كان فضل على قد سجارة الحشيش، ما راحش للابتريل والمش عارفة ايه. للأسف الشديد المخدرات دي بتبتدي ازاي؟ لما عملوا زي بحث كده، لقوا ان ايه الاقبال الاولاني على الابتريل وكده، هو انه منشط جنسي، يعني بيحاولوا يقنعوا الراجل اللي رايح يتجوز او رايح يعمل او ان ده منشط، فيبتدي يجربه، او سواء اللوري او النقاش او النجار او اللي عايز يسهر في شغله او يطبق او يقعد وقت طويل، او يقولوا له برضو ايه، خد الحبايه دي هتخليك تقعد 3 ايام زي الحصان. وفي بقى التالت اللي هو الانحراف بتاع العيال الصغيره 12 سنه و13 سنه، اللي هو خد جرب دي وبتاع، اللي هو يبقى واحد عايز يثبت انه راجل او صايع او. مش الحل ان انا اخلي المخدرات اللي هي في ناس بتعتبرها مش ادمان زي ما حضرتك بتقول، الماريجوانا ولا اللي هو زي الحشيش عندنا يعني، او البانجو او ان احنا نقول ان هو يبقى قانوني؟ لان حضرتك
اقرأ برضو ابحاث كتير قوي، هتلاقي ان الحشيش برضو بيعمل على المدى البعيد هلوسينيشنز كتير جدا او هلوسة كتير قوي. تقدرش تسوق كويس، تقدر لما تيجي تحط مفتاح في باب مثلا وتفتح مش هتقدر تعمل تقدير جيد للحجم او للزمن، بيعمل تأثير على المخ مش ما بيعملش. وبدليل ان هو مش ليجل او مش قانوني او مش مسموح بيه في بلاد كتير جدا، لانه اكيد مش صح. يعني هو لو زي السجاير بس مضر كده او زي الشيشه اكيد كان بلاد كتير سمحت بيه. والبلاد اللي سمحت بيه زي هولندا او امستردام او كده، ما عادي تروح هولندا، ده مش قانوني. ده ما حدش من فكره ان مش هيبقى فيه مدمنين. ادمان حاجه والحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي حاجه تانية. عشان كده بقول لك انت في التلفزيون نفسي نوصل لدرجه ان لو انا بتكلم للصالح العام اتكلم زي ما انا عايزه. يعني انا عايزه اقول لك دلوقتي افسر لك بين فكره ان في فرق كبير قوي بين ان حد يبقى بيشرب سيجاره عشان مثلا مزاجه او زي زمان كده، وفي فرق بين ان انا ابقى مدمن مخدرات، ان انا بروح اسرق عشان اجيب مخدرات او بروح اقتل عشان اجيب مخدرات، او دي حاجه تانية، حاجه تانية خالص. يعني زي اللي بيشرب خمره، اللي بيشرب خمره ده بيعمل حاجه غلط وحرام وكل حاجه. بس هيفوق الصبح وخلاص هياخد بقى ذنب ربنا يبوظ له حياته، ياخد ذنب عند ربنا. لكن المدمن حياته هتبوظ، مش تبوظ، هو بما طريقين، يا السجن يا الموت. احمد اهلا بيك، اتفضل. الحمد لله، اتفضل. والله مش عارف اتكلم ايه على البني ادم ده، الشخص ده، حد يلقاه ولا لا كده. التليفون بيقطع. حضرتك ممكن تقف في حته فيها شبكه بس عشان اسمع حضرتك. ماشي يا فندم، حاضر. حضرتك سامعني كده كويس؟ اتفضل. يعني مش هقول غير حد يلقاه ونعم الوكيل فيه بجد. البني ادم ده انا مش هقول عليه بني ادم، هقول عليه حاجه. يعني انت شايف ان الشنق ده مش المفروض يبقى يعني انا نفسي بس يشرعوا عقوبه اخرى اللي عمل كده. ده يعني ما ينفعش يتعاقب عادي. ده المفروض يتشنق في المحكمة. مش هقول لك ان هو يتشنق بس في سجن، فندان عام، عشان خاطر يكون عبره لغيره، عشان ما يعملش كده. ازاي يقتل بنته ومراته؟ ازاي؟ احنا لولا بس، يعني انا بشكرك، لولا حقوق الانسان وحقوق الحاجات وكده، يعني بجد هو كلامه صح يا استاذ احمد، لازم يتشنق في ميدان. عارفين لو مره عملنا حركه كده الناس كلها هتتعظ، بجد الناس كلها هتتعظ. يعني امبارح واحنا واقفين الفجر، رحنا الساعه مثلا 4 الصبح، الناس واقفين في الشارع بيضحكوا عادي، وكأن اللي حصل ده عادي، وكأن اللي حصل ده عادي. مش عارفة ازاي. طيب احنا معانا تليفونات ولا كريمة؟ ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيك. ازيك يا مدام؟ الحمد لله بجد، يعني وحشتينا، وكان بجد سايبالنا فراغ كبير. يعني انا بس انا كنت سايبالكم حلقات كلها جديده، هموت اعرف يعني ايه سايبالكم فراغ. طيب بس هقول لك، لا ما هو طبعا حلقات مسجله وعارفه ان هي جديده، بس ما فيش نبض الحياه زي ما احنا دلوقتي، يعني انا شايفاكي وبنتكلم، فيعني في كان رونق كده احنا فقدناه، برغم ان انتوا قدامنا ربنا يا رب ما يغيبك عننا ابدا. يا رب. وانا بجد بحييكي وبشكرك ومن عميق قلبي انا وكل حبايبنا وكل الفانز بتوعك. يعني انت بجد حاجه جميله، ربنا يا رب يجازيكي خير والحمد لله على سلامتك، وربنا يا رب يجعل المولود عليكي وعلينا وعلى كل
الناس يعني بالخير والسعاده، ويا رب يحفظ مصر بجد، لان انت بتجيبي لنا موضوعات. بس المشكله ان ما فيش حاجه بتكون يعني حكم رادع قوي، يعني المفروض احنا بنقول ديننا بيقول العين بالعين والسن بالسن والبدي اظلم. المفروض ان يبقى في حكم يكون عادل، ان زي ما هو عذبهم ووجع قلوبنا كلنا، وانت بجد وانت بتعملي التقرير انا كنت قاعده منهاره من الفجعه ومن العياط، وقلبي معاكي، كل حته في جسمي كانت بتنبض بخوف برعشه. احنا النهارده بنسال بعض وبنقول هو ايه التبلد اللي بقى في حياتنا، لان احنا ما بقيناش اساسا بنحب بعض زي الاول، ما بقاش في ضمير، ما بقيناش بنبص لربنا وندعي من قلبنا. النهارده بنبقى واقفين جنب بعض منظره مش زي الاول. تعالي كده اتفرجي زمان بجد الزمن الجميل اللي احنا يعني فقدنا فيه حاجات كتير. كان الاول تبص تلاقي الجيران قاعدين جنب بعض، بيقفوا جنب بعض في المحن، بنساعد بعض. النهارده معلش مع احترامي الشديد، انت بتعملي البرومو بتاع الاطفال، احنا انا مش عاوزه اقول ان احنا بنشحت لاولادنا، لا، احنا بنطلب من ربنا، ربنا اللي بيدينا، ربنا اللي بيخلينا نكون اسباب لبعض. المفروض ان كل واحد بيطلع من عنده ولو يعني مش هقول جنيه، كلمه طيبه ربنا هيردها له في عينه وفي ولاده وفي ضميره وفي طريقه في كل شيء. انا والله العظيم بكلمك بمنتهى الامانه، يعلم ربنا شاهد وكيل عليا كلامي من قلبي. انا بتعامل زيك واخداكي قدوه ومثل اعلى في حياتي. اشكرك، مش هتعرفي تجيبي حاجه جدا. والله بكلمك بامانه، انا على فكره لا حد من اتصل بيا ولا حد بيقول لي ان انا اقول الكلام ده، انا بتكلم معاكي وبصي مش قادره اوصف لك، انا متلجه ويعني بجد انا بشكرك جدا على احساسك ده جدا، وبشكر كل الفانز وكل اللي اقدر اقوله لك ان فعلا قلتي كلمه صح. يعني انا لما بطلع اقول ان انا محتاجه لعمليات القلب فلوس، انا بحس ان ده الزام مش اختيار، ان انا مورياك بنفسك ان فلان محتاجك دلوقتي، وفلان هيموت، وفلان ده طفل. الحمل تقيل قوي 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 قوي، ومشوار طويل جدا 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 جدا، وفعلا القلوب بقت قاسيه جدا. بحضروا لنا برومو القلب يا جماعه. ام اسلام، الو. ايوه اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، اهلا بيكي. الحمد لله على السلامه يا حبيبه قلبي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. الحمد لله على سلامتك، والف الف الف مليون مبروك، ويا رب كده يفرحك بطارق ده بقى كره عينك، ربنا يخليه لك يا رب. ربنا يخليك، وتشوفي ان شاء الله عريس كده باذن الله. ونورتي مكانك ونورتي الشاشه، وحشتينا جدا جدا جدا، وربنا يا رب ما يحرمنا منك تاني ابدا يا رب. ربنا يخليكي، انا بشكرك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. عايزه اقول لك بس بالنسبه للجريمه بتاعت النهارده، طول ما مفيش حكم رادع في اي جريمه قبل كده، كل ما هنلاقي جرائم بتكتر اكتر واكتر، وكل ما هنلاقي برضو المخدرات داخله اكتر واكتر. فلازم ده بجد انه اعدام، يعني الاعدام فعلا شويه في ميدان عام ده شويه عليه. وبعدين اخوه النهارده داخل يشككك في مراته وفي بنته، يعني هو ما معنى ان هو بيقول لك في شنطه بنته 22000 جنيه، يعني ما معناها ان هي ماشيها مش كويس. مش هو مش في لا مش في الشنطه ولا حاجه، هي في هو بيقول لك كده في الثلاجه. وبعدين ثانيه واحده، هو مين اللي ماشيها مش كويس هيبقى معاها 22000؟ ما هو ماشي، هو بيقول لك في حاجه في الثلاجه وفي 22000 في شنطه بنته، ازاي يعني؟ فكل ده علشان تبرأ اخوك؟ لا. انا بشكرك جدا. انا يعني انا ببقى ضد، يا سيدي في 22000 جنيه وفي 5000 جنيه وفي امشي رميها طلقها. طب ذنب بنتك ايه؟ ما معرفش يرد عليا. ما قلت له ذنب بنتك، ذنب بنته ايه؟ 22000 و23000 و6000، وكان منهم فلوس قرض اختها عاملاه. طيب انا عارفه ان في تليفونات كتير، بس ممكن لا عايزه اخد اي فيديو، نفسي بس وانا غايبه عن الشاشه كان حصل
الحادثة بتاعت الضباط، وكانت مصر كلها حزينة، وأنا كنت في حالة من الاكتئاب شديدة جدا 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 جدا، ومكناش على الشاشة ومش عارفين نعمل حاجة، وقالوا لي مش هيدوا تصريح عشان نطلع أهالي الشهداء، وقلت لهم مش عايزة أطلع أهالي الشهداء، عايزين نكرمهم، عايزين نفتكرهم، فأنا بفتكرهم دلوقتي معاكم عشان مش عايزين ننساهم. وان كل مأمورية نزلت، مأموريات الداخلية، في فيديو انا لقيته على الانترنت، ولاد صغيرين اهلهم في الجيش، بس الجيش الامريكي مش المصري، وبيوريك قد ايه الطفل بيبقى وحش ابوه، والانهيار، الضحك اللي بيحصل عند الطفل، وبعدين البكاء اللي بس بيبقى واخد، بيبقى في مأمورية مدة طويلة وراجع، او بيبقى غايب مدة طويلة. طب ما بالكوا الرجال الابطال الشهداء اللي راحوا، اللي دلوقتي اطفالهم مش هيشوفوهم تاني ابدا. التمن غالي قوي، تمن تمن أمن البلد دي كان غالي قوي. هو الفراق، الفراق صعب جدا جدا، وخصوصا على الأطفال دي. يعني الزوجة ممكن يبقى عندها حياة بعدين، الأب والأم ممكن يبقوا عندهم ولاد تانيين، لكن الأطفال ما عندهمش غير أب واحد، عمرهم ما هيبقى عندهم أب تاني. تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي. If you could think of one surprise in the whole world, what would it be? Hey. Daddy's home. أكيد يعني ما فيش فيديو مؤثر أكتر من كده ممكن أذيعه أفهم بيه الناس
الناس دي يعني فقدت ايه او خسرت ايه او بتضحي قد ايه. هتقولي خسرت تشهدوا. ايوه طبعا الشهاده حاجه كبيره جدا وجميله جدا، ولكن اطفالهم اللي منهم اطفال رضع وسنه وسنتين وان شاء الله يتشرفوا يعني بشهاده ابهاتهم طول عمرهم. ولكن بصوا الطفل لمجرد ان بابا يبقى في مهمه او في جيش او في داخليه او نازل ماموريه او طالع او كده، ده بيبقى يعني بيبقى البيت عامل ازاي، بيبقى الطفل حاسس بايه. انت بتجيب الطفل المصري تقعده بيبقى قدام الكاميرا اكيد مش هيبقى باين عليه هو حاسس بايه، لكن بص دول مصورينهم بالموبايل في لحظة ان ابوهم راجع من في اجازة او في مأمورية او في عيد ميلاده عاملين لها مفاجأة او مسجلين لها صوت. على انتوا شفتوا لما حضنت العروسة لمجرد انها سمعت صوت ابوها، يعني هات لنا جزء ده تاني. If you could think of one surprise in the whole world, what would it be? بيقولوا له لو فكرت ايه احسن مفاجأة ممكن تحصل لك في العالم، فقال لهم لسه بيقول بابا لقاه وراه. بصوا الفرحة اللي بتوصل للبكاء، يعني كل بقى طفل النهارده ابوه استشهد ضابط جيش او ضابط داخلية حاسس بايه؟ مفتقد ابوه قد ايه؟ وخصوصا انه مش هيقدر يستمتع بالمشهد اللي احنا شايفينه ده، يعني الباب مش هيتفتح ويدخل ابوه مره تانية خلاص، نازل وما رجعش، مش هيقدر يعمل مفاجاه زي ما ده عمل كده. ما بنبقاش فاهمين ولا عارفين ولا حاسين يعني ايه طفل فجأة ما يلاقيش ابوه معاه. بصوا ده ما قدرش يقرب منه اساسا من كتر الصدمة، ما قربش منه. ان احنا نقدم كل التحية والتقدير وبننحني كلنا لكل ضابط في الداخلية ولكل ضابط في القوات المسلحة ولكل فرد بينزل من بيته عارف انه ممكن ما يرجعش وبيقدم حياته لينا ولبلده. اسمحوا لي ان انا اشكر كل فرد بيسهر على امننا واماننا. من فضلكم خليكم فاكرين الناس دي دفعت تمن غالي جدا 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 عشان امنك. من فضلكم تفتكروا ان هناك اطفال نايمين دلوقتي
او قاعدين في بيوتهم دلوقتي او هينزلوا المدرسة الصبح وهم بيبصوا لأوضة باباهم وهي فاضية، بيبصوا لدولاب باباهم فيه هدومه اللي ما بيستعملهاش، بيبصوا لباب الشقة اللي عمره ما هيتفتح ويدخل منه أبوه مرة تانية أو يقدر يجري عليه ويحضنه مرة تانية. أي أم أو أي أب هيبقوا عارفين اللي أنا بقوله ده قاسي جدا جدا جدا. تعال نروح لفاصل ونرجع. أنا عايش أموت أحسن ولا إني
مسك الختام. ختمنا النهاردة أولى حلقتنا بعد العودة بأبطالنا وشهدائنا والناس اللي هيفضلوا فوق راسنا من فوق. كنت مرة من المرات رحت شفت البيادة والحاجة بتاعة العساكر وحطيت الجزمة فوق راسي من فوق. حد من العلاقات في الداخلية علق يعني أحد الإعداد عندي وقال له أوفر قوي ريهام سعيد دي. لا يعني مع تقديري واحترامي لحضرتك هحطها فوق راسي كل ما أشوفها لو شفتها. ومتهيألي يعني حضرتك بتكرهني كده فأنا مش يعني مش بتملق لك يعني انا جزمه كل فرد في هذا البلد بيحافظ على امني وامن اولادي جزمته فوق راسي من فوق. ولازم نفضل نغذي شعبنا وولادنا وحتى نقول قدام الوطن العربي كله قد ايه احنا فخورين برجالتنا وقد ايه احنا كشعب بنقدر كل ضابط في وزارة الداخلية أو في القوات المسلحة وبنقول له شكرا شكرا شكرا. يعني حتى الموت لازم نفضل نقول شكرا لأن اللي ضحيته بيه عشاننا كتير قوي وكبير قوي. أشوفكم بكرة وتصبحوا على خير.